وللمزيد حول قرار الحكومة إطلاق التعداد السكاني والأهداف الخفية وراء هذا القرار، رغم أن آخر إحصاء تم في العراق كان منذ 27 عاما، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. وسهلا، شكرا جزيلا. دكتور، الحكومة تقرر إطلاق تعداد سكاني تجريبي في العراق بعد 27 سنة، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ لماذا الآن وما أهدافها؟ شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة لو كان هناك ظروف وبيئة مناسبة لتعداد سكاني، هذه طبعا هي ضرورة أن تجرى كل فترة، يعني لرصد كل الأمور والتغيرات والنمو السكاني والتوزيع العرقي والديني والطائفي بطريقة مقبولة، يعني تحت مظلة مؤسسات مواطنة حقيقية وليست نظام محاصصة مقيتة. الحقيقة للأسف الشديد تستخدم بشكل سياسي بشع في كثير من الأحيان لتجيير مكاسب أو ثقل أو كثافة سكانية معينة لهذا الطرف أو ذاك. يعني هذه المعضلة الأساسية، لأنه آخر إحصاء سكاني أجري في العراق عام 1997، هذه فترة طويلة الحقيقة. أسبابها تأخير هذا التعداد السكاني كانت واضحة، يعني الحروب والحصار والغزو الأمريكي الغاشم على العراق، وثم التغير الديموغرافي المستمر، يعني من حرب أهلية ودخول يعني الإرهاب الدولي والميليشيات وعدم الاستقرار في بنى المجتمع أو بناء المجتمع العراقي. نعم. كيف يمكن النظر دكتور إلى خلو هذا التعداد من خانة القومية والمذهب؟ هل هو أمر طبيعي أم أن هناك يعني انتقادا أو تعليقا حول هذا الموضوع؟ هو في الحقيقة لو كان الظرف مناسب، مثل ما قلت، لو كان هناك مفهوم أو مصطلح المواطنة الحقيقية أو دولة مواطنة، كان المسألة تتعدى الخلافات العرقية والمذهبية، يعني احتكار السلطة هي أيضا لها علاقة بالسلطة الحقيقة، لكان مشت بطريقة طبيعية. لكنه في ظل هذا الوضع، عدم ذكرها معناها أنه يعني قابلة للتزييف، قابلة للغش والتغيير بالإحصائيات اللي موجودة والتلاعب بها بشكل الحقيقة يجير المكاسب لهذا الطرف على حساب الأطراف الأخرى، خصوصا هناك تغيير ديموغرافي جرى خلال 21 عام بشكل واضح في المحافظات التي كانت تتمتع بنسبة معينة لهذا الدين أو هذا العرق أو المذهب دون الآخرين. لذلك أنا أعتقد المسألة الآن يعني هي مقبولة من حيث المبدأ، إذا كان دولة مواطنة، إذا كان مؤسسات حقيقية يعني تهتم بالمخرجات، مخرجات هذا الإحصاء بطريقة دقيقة علمية سليمة دون غش ودون تلاعب. أما إذا الوضع الحالي فهذه الحقيقة عدم ذكرها معناها أنه هناك وراءها أمور أخرى لا تعرف لحد الآن. منها مثلا أن هناك تخوف على المستوى السياسي أن هذا الإحصاء يمكن أن يؤثر على حالة المحاصصة ونظام المحاصصة الموجود، وأن هناك بعض الأحزاب كما تعرفون دكتور تنادي بتعديل قانون الانتخابات وتغيير الدوائر، وبالتالي قد يكون هذا واحد من الإشكاليات مستقبلا. نعم، هذا هو الصحيح. يعني هناك محافظات الحقيقة خلافية، يعني هناك محافظات مختلطة لا إذا كان بالدين والمذهب والقومية والعرق في العراق، يعني كثيرة مثلها خانقين، مثل ديالى، مثل يعني حتى حزام بغداد، مثل بغداد هي أساسا أيضا مختلطة، يعني نموذج من العراق، نموذج مصغر من العراق. لذلك الخلافات اللي تحدث بها كبيرة، بدليل أنه يعني تأخرت حتى في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة اللي أجري نهاية العام الماضي، خلافات كبيرة على محافظتي ديالى وكركوك، فلم يعني لم تمر عملية انتخاب المحافظ بطريقة سهلة. هناك مساومات وهناك تنازلات وهناك بيع وشراء بالمقاعد. لذلك العملية الحقيقة لا تخلو من مخاطر إذا كان هناك فعلا نظام محاصصة هو الآن
اللي يهيمن على يعني المشهد السياسي في العراق، وأنه هناك أيضا مكاسب من وراء هذا، لأنه أي طرف الآن، وخصوصا أنا ذكرت وأذكر هذه القضية، هناك نزوع لدكتاتورية معينة، يعني دكتاتورية الطائفة أو الطائفية الآن في العراق وجدت بعد يعني الغزو الأمريكي الغاشم على العراق منذ 21 عام. تبلورت هاي الفكرة من أنه هناك طائفة معينة ممكن أن تسود على حتى حساب الطوائف والمكونات والأطياف العراقية نسميها. ربما هذا لا يتوفر في سوى في العراق دكتور. نعم تمام، لأنه يعني الغزو الأمريكي وإيران أرادت هذا، يعني هاي المفاهيم أن تترسخ في ليس أذهان المواطنين، لا بالعكس، بس أذهان السياسيين، من أنه احتكار السلطة يمر عبر الادعاء بأن هناك تواجد بأغلبية في هذه المحافظة على حساب المكونات الأخرى. يعني لا تؤخذ قضية الكفاءة والمؤهلات لا في الانتخابات، والانتخابات نعرف أنه يعني مزيفة عملية مبركة، لذلك الادعاء بأنه هم هؤلاء يشكلون الأغلبية والآخرين يشكلون الأقلية، فهذه طبعا غبن كبير. نعم. أخيرا دكتور، كيف يمكن أن يستخدم هذا الإحصاء لخدمة هذه الدكتاتورية التي تفضلت بالإشارة إليها، وكأن هذا المصطلح يعني هو مصطلح جديد نحته من قبلكم دكتور، وبالتالي كيف يمكن في الفعل أن تخدم هذه الطائفية؟ هذه تخدمهم كثيرا، لأنه إذا أجريت، والآن العملية تجريبية سوف تجرى بين تموز يعني الشهر السابع إلى نهاية السنة تقريبا شهر نوفمبر يعني تشرين ثاني، هذه الفترة طويلة، فهم عندهم متسع من الوقت، زائد أنه الباحثين يعني الموظفين والمراقبين، يعني 764 أعتقد مراقب لهم، هذه مصاريف، فهي أيضا هذا يعتبر منفذ للفساد. أنا أؤكد هذه النقطة أيضا نقطة جوهرية، أنه الفائض من التخصيصات التي خصصت للإجراء التعداد السكاني سوف يستفيد منها هذه الأحزاب والميليشيات على حساب طبعا عملية دقيقة علمية سليمة بها طابع وطني، لذلك العملية الحقيقة مزدوجة الفساد. أنا أعتبرها هذه الآن في الوقت الحاضر، هذا التعداد السكاني له ما له من يعني مجريات بعملية نعم. فساد بصفقة معينة نعم. إذا كان للحديث على بقية بالتأكيد دكتور حامد الصراف إن شاء نعم. الله في لقاءات مقبلة الأكاديمية والبحث السياسي، شكرا جزيلا لك.